أهم الأسماء بالنسبة لفريق الخلود الذي هل قرأ ذلك جيدا باولو دورات؟ دائما يركز على أنه لا يخطئ. وجه كوليبالي، كوليبالي يمرر الكرة على الجهة اليمنى، اللاعب مالكم في انطلاقة، مالكم مع الكرة، يلعب كرة على الجهة اليمنى، التست مخالفة لليوناردو بهذه اللقطة بعد أن سد سانتوس قادت بنفيكا للتعاقد معه في الموسم الماضي. توصي وزارة الصحة بأخذ لقاحات الإنفلونزا المتاحة شر الأمراض، لكن سافيج في هذه الليلة عاد سليمالي عند الكرة، لعبت على الجهة اليمنى في صالح إلى غرناطة وعيلشي، الكرة على الجهة اليسار لصالح الخلود في محاولة تشجع وتحفز الفريق الذي قدم ناصر بانطلاقة اللعب، الكرة في الجهة ليبالي، خالدو يلعب كرة في الجهة اليمنى، انطلاقة هلالية عن طريق جواو من أمام الهلال حامل اللقب، الكرة اللعب عرضية ساقطة قروح عن زميل، وصلت الكرة في الطرف الأيمن عند أجل هدف في الدوري وآخر سجل في الكاس اللاعب الفرنسي. واضح الحضور الذهني العالي جدا بالنسبة لعناصر فريقه اللي لا شك بأنهم تلقوا تعليمات صارمة على الأقل حينما يصنع فارقا على مستوى الصدارة، لا شك بأنه بعد ذلك سيفكر ماليا في مسألة التدوير. الكرة اللعب للي اللعبة الكرة إلى محاولة من بعيد وتسديدة، يحول الكرة للجهة اليمين باتجاه جواو كانسيلو بدوري المحترفين حيث حقق هذا الرقم مرتين. في معلومة نذكرها عن ميتروفيتش بأن ميتروفيتش من الأمام، جواو كانسيلو ياخذ الكرة، جواو كانسيلو مع الكرة في الطرف الأيمن. كل الانتصارات، كل النتائج، كل الأرقام من سافيج. سافيج يمرر كرة في الطرف الأيمن. الهلال اتحاد خاض أكثر من 100 مباراة وهو يأتي الليلة في مواجهة الهلال إلى جانب الخلود. الكرة يكمل الدقائق المتبقية في أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة.